كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. لأن اليوم احنا نهار السبت وبالتالي يوم عطلة، والمحاكم العادية ليس لها الحق أن تبت أيام العطل إلا كما يمكنها أن تستمر المداولات، يمكن لا تستمر حتى الأحد في الدكتاتوريات، نهار الأحد تستمر الدكتاتوريات في المحاكم الاستثنائية، كيمكن القضاء يحكم فوقاش ما بغى. في الديمقراطية في المحاكم العادية لا يجوز الحكم يوم العطلة. وإذا كنت في الدكتاتورية كدير اللي بغيتي، وإذا ما كنتش في الدكتاتورية كتحترم أيام العطل. حنا يمكن يقتنعوا بالبراءة ويحكموا لي بالبراءة نهار الحد. إذن لا، كيف ما يمكن يحكموا البراءة؟ ما حينئذ النيابة العامة يمكن لا تقول تتداول في البراءة قبل الإدانة، لا ويمكن تعطي البراءة، ولذلك السبت والحد ما داخلش في هذه العملية. لا داخل في هذه العملية، هذه المحاكم العادية فقط يمكن لا تصدر أحكامها نهار السبت والحد، لأن أيام عطل. ما كاينش محاكم كتجتمع يوم العطل ما عدا المحاكم العسكريه الاستثنائيه. نحبك في الله وتنقيب ديالنا وقيدوم ديالنا. هادشي بلا هادشي لا بالصوير، ماشي بالصوير ما بغيتو. انا راني شارك ما بغيتو، غايقول لكم اللي بغى يخربق عليكم بالطريقه اللي بغى. انا راني شارتكم اجي بزاف فين ما شفتي كارون كيخرب الشحا. اجي واش دابا الفيديو كاين ولا ما كاينش؟ ابدا. وهو المتهم قال لهم الفيديو شوفوا راه واضح، والساعه والرضائيه، وقالت له حقك هذا. نسى راسو، لا نسى راسو. واحد قال لهم انا، لانه عنده فلان كونسي، هو صرح بها دابا في اخر كلمه. والله لا كتكذب انت، والله العظيم انت كذاب، والله ربي ما يسامحك. خرجتوا عليه انت كذاب، انتم الخبراء في الكذوب. لا لا لا، انتم عندكم موهبه. شوف دابا الاشكاليه الاخوان كذبوا على الراي العام، كثرت الفلوس كتحمق، كندور شفتوا اليوم الفلوس بزاف حمق اصلا. كل نهار تسمعوا من الحلاوي، راجل الحلاوي، مره الفيديو كاين، مره ما كاينش، مره مزور. وهو جا دابا قال لهم الرضاعيه، وهو قال لهم الرضاعيه، ودابا باقي عاد تنكروه. وباز الناس كيسمعوا.